نتواجد الآن بالقرب من مسجد شاشمة الذي شيد في القرن الثاني عشر، وهو مقابل إلى لضريح الإمام البخاري رضي الله عنه. سندخل إلى متحف الإمام البخاري وسنرى ما هي الأشياء التي يمكن أن نستنفع بها وإياكم في هذه الزيارة. نتواجد بمتحف العلامة الكبير الفقيه الذي يعني أغنى الحقل الديني في العالم العربي والعالم الإسلامي، ألا وهو الإمام البخاري. إذن نحن نتواجد في متحف الإمام البخاري، وأول ما استأثر ذاكرتي واستأثرني وجعلني أتساءل عن هذا الحديث المكتوب في الجدار، حيث كتب بالخط الكوفي: قال رسول الله: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. إذن هذا الحديث يعني الكثير، ويعني تفسيره يحتاج منا توقفا كبيرا ووقتا للتفكير فيه. هنا بالأحمر تجدون كل الدول التي مر منها الإمام البخاري، وهي باكستان يعني باكستان وأفغانستان وأوزباكستان، كل هذه النقط بالأحمر، وسمرقند أيضا وإصفهان والعربية السعودية، هذه المناطق بالأحمر كلها، مصر أيضا والأقصر، كل هذه الأماكن كان يمر منها الإمام البخاري. أن نفعنا الله وإياكم بحديثه وكل ما قام به في سبيل خدمة هذا الدين ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في متحف الإمام البخاري، والآن هنا هذه بعض المخطوطات الأصلية لكتاب أو كتب الإمام البخاري الصحيح، وهناك كتب بالخط الكوفي العربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق. نتواجد أمام نسخة فريدة من نوعها، وهي نسخة بالعربية الفصحى لما كتب بالإنجليزية Common to Hadith، ويعني مدخل للحديث أو كيفية التعامل مع الأحاديث، كتب بخط العلامة الفقيه رضي الله عنه الإمام البخاري. هذا المتحف، متحف الإمام البخاري، في اعتقادي لا يليق بمقام هذا العالم الفقيه، لأن ليس به الكثير من الأشياء التي يعني يمكن الاعتماد عليها علميا في البحث والتنقيب وعن طريقة اشتغال الإمام البخاري.
وكيف كتب يعني صحيحه والذي نفع به الأمة الإسلامية. الشيء المهم هو أنه الإمام البخاري لم يدفن بمدينة بخارى التي ينحدر منها، إنما هو مدفون بالقرب من سمرقند، وستكون لنا زيارة خاصة إلى مكان دفنه.